في الاي بي تبعه هيتبلع. هذا هيقارن مش راح يتبلع هيعمل ديسكال، هذا مش هيتبلع هيصوفها مش هيتبلع هيعمل ديسكال. يعني لو بسيم فيها هذول هكرز معناته هم وصلت من الرساله اوريدي يعني بدون اي مشكله. طبعا التكنيك هذا بس مش نيتنج، هذا خلصنا منه ليش؟ لانه الهب انقرضوا من السوق مش موجود في السوق، مش حاجه اسمها هب. الموجود الان هو فقط السويتش، في سمارت سويتش وفي 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 في اكثر من مستوى من السويتش، مش وظيفتنا نحكي فيه. تمام. طيب السويتش هذا شو بيعمل؟ هذا السويتش اول مره بيعمل بودكاست بعمل بطريقه ثانيه، انه انا ايه بده يبعث لبي الرساله فقط حتصل لبي، مش حتصل لا لشيء ولا لبي. وهذا من خلال ايش؟ انه هذا الاستاذ سويتش فندي في عنده كام تيبل، تمام؟ في عنده كام تيبل، بروح بجيب الكام تيبل مش وظيفتي هذا، بروح بقول الاي بي فلاني ما قد استبعه والبورت اللي حيطلع منه هاي في النهايه هذا في بورتات. لما ايه بدي خاطب بي بدي خاطبه عن طريق بورت اثنين، خلص بنحجز بورت اثنين لمين؟ لايه؟ وبي. لو اذا الهاكر اذا قال انا بي، بس طبعا لانه هذا محدود هيبعثه من بورت مين؟ ثلاثه، هيفهم اخونا هذا انه ايش؟ مشغول ببعثه انه في هاكر، وهذا بسموه دي اس سي بي بوزنج هاكر. دي اس سي بي طيب بالتالي الكام تيبل هو هاي وظيفته انه يقول لي الهوست هذا كويس is connected to which board. يعني هذا الهوست عشان يبعث لهذا هذا ال HLA هذا مضبوط في اي بورد؟ بورد واحد طبعا معروف. لقيت في الشبكه في عمل المعلومات قلت لهم سياسه المعلومات المؤسسه تربط الماك الاي بي ادرس في السويتش نفسه في البورت نفسه، بحيث انه انت حتى لو انت غيرت فتحت انت من غير موضوع الماك ادرس انه انت بورت سكيورتي لازم تفتح لك السويتش وين نظام الامان الموجوده في المؤسسه. كويس. بالاضافه انه انت لو فتحت اليوزر تبعك فتحت من جهاز ثاني مش راح يظبط مش عامل لوجين، وهذه هي الماك. تمام. طبعا في شغلات انت هذا تعمل مانوال صح، لكن في تمام هذا موجود في الكاس. لقيت الاي بي تيبل، لقيت لما جهاز ايه بده يبعث لبي اي فكور يا عمي. طبعا الاوترات اللي بتفهم ايش اي بي والسويتشات ماك السويتش بتفهم ماك. طيب علشان هذا انا لما بدي اعمل كونكشن على مين؟ على اي بي 10.724 هيجي 10 بدي اجي افصل 10.024 هروح اطلع في الاي ار بي كاش تيبل موجود عنده الاي ار بي كاش موجود على اللوكال ماشين. اذا لقى الماك ادرس تبع هذا خلص بروح بياخذ الماك ادرس تبع هذا وبيدخل عليه عن طريق السويتش هو جنب الماك ادرس. خلصنا تمام. اخذ اللي بده اياه فبدخل عليه عادي. لكن الان لو ما كانش في اللوكال كاش تبع مين تبع الماشين ايش بده يعمل؟ كونك يعمل برودكاست. برودكاست يا جماعه مين الاي بي هذا 10.024 اللي حيلاقي 10 اللي يكون هو 10.024 بقول له انا 10.024 وكل هاي الماك تبعك وكمان سبوفنج تمام بالضبط. هياخد الماك ادرس يبعثه لمين؟ للي طلب تمام. وهيخزن عنده مين؟ انه هذا الاي بي هاي الماك ادرس تبعك. الان لانه البروتوكول هذا ستيتلس كويس قدر الهاكر انه هو يشتغل على شغل هذا بقول لك انه انا ايش مان انترنت او بسموه بما يعرف الاي ار بي بوزن. نعم تمام. اي ار بي ار بوزنك انا 10.021 وهي الماك ادرس تبعي. تمام.
هذا 10 0 2 1 هذا حيرد عليه حيقول له عمي انا هي انا هو هذا وهي ما كان السبب ما عندي من الاثاث بكون وين هذا حيروح يعمل ايش حيبعث لمين لهذا وحيقول له انا 10 0 2 1 وهي ما كان السبب يعني ما كان السبب جزء الاثاث هذا حيروح ايش يعمل حيسجل عنده في الاي بي كاش لانه هذا الاي بي الماك ادرس تبعه مين؟ هاي فكره الاي بي بوزن طيب تعال نعمل عمليه طيب اتاكد بس انا طيب هي هذا الاي بي تبعه 10211 هي اكس 3 تمام الجيت اطلع الاي ار بي الاي ار بي كاش الموجود وين ها هذا اقول له اي ار بي ناقص اي هيطلع لي هيقول لي انه انت هي الديفولت جيت واي بتاعك اتاكد من الموضوع هذا او بدك تطلع كل يوم ثلاثه يطلع هي هذا واحد الديفولت جيت واي واحد مش ثلاثه طيب اذا بده بعض التفاعلات خلينا اجي اقول له اعمل لي فاز بيند يا سيدي اعمل لي بيند على واحد تمام داخل هاي واحد هاي يزال بس ادو ما ناس بتقول لك كبر خط لا بديش بس كده مش استمعكم بس عشان انا بحكم بعجلة جدا وبدي الشباب يخلصوا مسلح بس وقت ما بدك انا فاز الاربعة هذه ما فيش بدكم بضل معاكم انا ضروري اللي بس يستفيد من المشاريع هو وين هذا ال كيف تفهم؟ ايش نسوي هذا التفاهم؟ كيف العلاقة؟ انا التارجت تبعك فايش بيطلع عندي اللي هو مين وهذا وجعت وهذا اللي هذا ما يجيب لك طبعا مره طيب
شايفين السعر؟ شايفين الان بهذا المثل 700 شهر؟ طيب اخرين تو دي دي بي هو 08 هو تبع السنه اللي فاتت. طيب اول 08 واخرين تو دي بي تمام؟ طيب بوقف هذا استاذ وبرجع اخر نقطه بدي احكي فيها العمل. ايش استاذ؟ طيب بدي اعمل مال من دليل الاسهم. طيب مال من دليل الاسهم الجهه البنك بتاعي بنتيجه خلال النتورك تمام؟ انا بدي ايش بدي اعمل؟ بدي اعملها بدي اخذها. كيف بدي اخذها؟ في اللوكال نتورك مال من دليل الاسهم هيك عن طريق اللي هي بعض الشغلات اللي حناخذها اليوم. في برا كلها عن طريق الفيسبوك. طيب كيف هذا اسم؟ طيب طبعا الخطوات التاليه اللي انا بدي اعملها. طيب اول خطوه بدي مداري الداتا بدي اخليها تمر من خلالي انا هان في النص عشان اخلي الداتا تمر من خلالي بدي اعطيها تصريح تمام؟ فبدي افعل الاي بي فولو عشان اخلي الداتا تمر من خلالي. طيب هذه اول خطوه. الخطوة الثانية بدي اعمل اي ار بي بوزنينج، بدي اقول لهذا الاستاذ بدي اضحك عليه واقول له انه الماك ادرس تبع السيرفر هو مين؟ هو تبعي علشان هو يبعث لي تمام؟ ولا حاجة وهيك انا هيك انا اخذت الباكيت. لكن في حاجة مهمة في النص بدنا نعرفها انه الناس اللي حتتصل اليوم مش حتتصل اتش تي بي حتروح تتصل اتش تي بي اس سيرتيفيكيت السيرتيفيكيت عشان هيك راحوا عشان الجزئيه هذه الصفين راحوا عملوا موضوع ال اتش تي بي اس عشان لو اجى الاتاكر في النص ما يقدرش يستفيد ياخذ الداتا مسطحه مش هيقدر ياخذ منها ولا حاجه. راحوا هذول ايش عملوا؟ راحوا عملوا تول جابوا فكره في الموضوع انه انا الداتا اللي رايحه اتش تي بي اس اللي هي مرسل داتا 443 انا بدي احولها اخليها تروح على بورد مين؟ اي بورد؟ بوركات. في تول اسمها اس اس ال سكريب هذه بروح انا بعطيها امر بتحول لي الاتش تي بي اس ل اتش تي بي بروح باخذه كلير تمام وبستخدم الايثر كاب في اني اعمل ايش؟ اعمل سيفنج اخذ هاي الخمس خطوات تمام. نيجي واحده واحده على السريع. هاي الخطوه الاولى انه انا بدي اعمل اي بي فورورد تمام. هاي اول واحدة هاي دوس هاي اي بي فوري. انا اتفاجئت انه جيميل افتح الجيميل استخدم باسورد اعمل السيتنج بالطريقه هذه هتاخده باسورد اليوزر نيم بس تبعت الجيميل لسه في فايل الفيشن مش هشرحه الفيشن مش هشرحه يعني المفروض ان انا اجيب لكم كمبيوتر وانزل عليه دي ان اس انزل عليه دي ان اس وانزل عليه صفحه الفيشن والمفروض انه يبين هذا كله قدامه وكيف اليوزر مون طيب هي بدي اعمل اي بي 11 اظن هي لقيت بدي اعمل اي بي. طيب ايش الخطوه الثالثه؟ انه انا ايش بدي اعمل؟ بدي اعمل ايديتنج في الاي بي تيبل. ايديت في الاي بي تيبل علشان ايش اعمل له؟ يعمل لي ريدايركت اللي جاي من بورت 80 تمام؟ اعمل له ريدايركت لبورت 1000 حناخده هيك وحنروح ايش؟ نعمله هيك خلصنا. طيب بضل ايش في عندي؟ بضل عندي انه انا بدي اشغل الايثر كاب. هذه الايثر كاب طول من الادوات اللي بتستخدم في موضوع ايش؟ في الجزئيه موضوع السيتنج تمام؟ هنستخدمها لقيت دوست يعني كوماند
هنستخدم كمان اللي هو الجيوغرافيكال يوزر انترفيس منها. كويس، انت ايش هتعمل؟ بدك تروح تجيب ملف الايثر كاف دوت دوت كيف دوت كونفيجريشن هو الفون، وتروح تستعمل، بدك تشيل الهاش على مين اللي هو اللي الامر اللي هو بيسمح في موضوع الريدايركشن. هتروح هان هتعمل جيدت، وهتيجي هان في عندي الماك تبوكم منه في لينكس، لينكس فوقي ولا تحت في لينكس اظن فوق فوق. طيب هتلاقوا يا جماعه الخير هذا عندكم في الجهاز تبعكم، هتلاقوا هذا محطوط عليها زي ما. فبدك تيجي انت ايش تشيل هذا، استخدم الاي في تيبل وروح اعمل لي ايش تمام سيف وخلصنا. طيب هلقيت ايش بدك تعمل؟ بدك تشغل اس ال سترينج وانتر، وبدي اجي اعطيه امر حشغل مين الايثر كاب. هذا من الايثر كاب يشتغل لي اياها هي الامر تبع الايثر كاب نفس الكابيتال نفس الكيو والانترفيس تمام. وبعدين حاجه هان على جهاز الفيكتيم هذا اخونا بالله، وحاجه افتح اي افتح الياهو ممكن تحكونا معاكم يا بنات توصينا حالكم ها؟ لا توصينا حالكم يعني انتوا نضحك على الاكس بي بس يا صديقي شكرا على افضل من بعض الناس شو افضل ولا افضل ولا افضل لا لا طب لما واحد اسال الفيسبوك كيف البس يبدو انه يخص نت او في حاجه لا 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 يا شيخ انا بدي احكيها بزاده خلص يا خلص خلص روح الله يرحمه كم مع مصر والله أنا أول كل هذا عشان مشروع. طيب بس إذا هيك بس في الجهاز هنجرب، هي هذه آخر خطوة عندي لا حيلقطه بس إيه لقيت الفيسبوك بيعتبر أي اتصال جديد وأشتري اتصال اسمه في مشكلة، فبروح بحولك على مين؟ على الدومين تبع أم دوت فيسبوك دوت لو أم دوت فيسبوك دوت كوم اللي هو تبع مين؟ طبعا اندرويد الموبايل. وبعدين خلاص بتفوتها انت، هو الانسان العادي المراكز مش راح لما لقيه زي في ناس بتمشي عليها وفي ناس لا، بس اتاكد انه في ناس تستخدمه وانت هو يشوف ستربير بسويت فما لك احسن من نعدل فيه كل معروف كيف الواقع اللي تنفع يوزرات المحلات انت كل الشغله الثانيه انه انا باجي بستخدم المانجا من الاتاك باستخدام الليتر بس ايش الجرافيكال يوزر انترفيس حاجه اعمل اي خطوه الخطوه الاولى تبعت الايكون انا بدي اعمل زياده اعمل له ايش فورورد والشغله الثانيه بدي اعمل انتنج في الاي بي تي بدي اعمل ريدايركت لما
بورت 10000 مين هو تبع مين هذا؟ تبع الايتر كاب. قلت له انت بدك تحوله على بورت غير 10000 بتحوله، بس تروح تغير في الايتر كاب وتقول له اعمل لي سنيكر مش على بورت 10000 اعمل لي على بورت السنه اللي بتعمله. بس باي ديفولت البورت اللي بعمل عليه سنيكر اللي هو بورت 10000 اللي هو في الايتر كاب، فانا خلاص بحول عليه خلاص تمام. وبعمل ايش؟ ايتر كاب ناقص زي تمام. نشوف هو ايش موضوع ثاني هيك يعني انا حاعتبرها انه الجوابول يا انا ما قدرتش اوصل معلومه يا انه انتم خلص ما قدرتش انا